مس الخير عليكم يا العذرات يا الشابات يا الحراير بنات بلادي، مرحبا بكم في القعده واللمه هذه. وهذه اللمه ما تحلى غير بطلتكم انتوما يا العذرات. كالعاده والعوايد ديما نقولوا كلام موزون وكلام رزين وتقيل، يفكرنا بكلام جدودنا، كلام عنده ألف معنى ومعنى، فيه عبر صح يوجهونا. قالوا ناس زمان وانا نزيد نقولها، غير البارح كان حفيان، رزق ربي بصباط رجع هو يعاير في الحفيان. هذا هو حال الجيعان. قلت لكم نزيد نقولها دايما، انه كلامهم الدواء تحطوا على الجرح يبرى. وانا نقول لكم خاف من الجيعان اذا شبع، وما تخافش من الشبعان اذا جاع. الجيعان اذا شبع يتهول وتهوال واعر، وردوا بالكم وعرفوا واش تخالطوا. كالعاده والعوايد يا العذرات، القعده هذه ما تحلى غير بالفال الزين، والفال الزين لازم له عقده صحيحه ولازم له النيه تكون صافيه. يلا يا البنات يلي راكم دوكا تشوفوا فينا ويلي حضرتوا لهذه الطلة، زيروا العقدة وصفي والنية ونشوفوا وش يقول الفال. بسم الله. قبل ما نبدأ البقالة هذه نقول لك بسم الله، بديت وعلى النبي صليت وعلى الصحابة رضيت، وعليكم انتوما يا الحراير هذه البقالة راني نويت. بقالتك تقول: شفت الزين بعيني واش يصبرني عليه، بكيت على سنيني اللي فاتت بلا بيه، الحبيب اللي يبغيني ربي خليه ليا. نعيد لك بقالتك يا لالا: شفت الزين بعيني واش يصبرني عليه، بكيت على سنيني اللي فاتت بلا بيه، الحبيب اللي يبغيني ربي خليه ليا. كل عادة والعوايد نقولكم ربي يجمع الأحباب ويرجع الغايب الناس وأهله، والله يشافي مرضانا، وإن شاء الله حياتنا كلها فرح بعيدة عن الأحزان. نختمها ونقولكم: فالي يا فلفال يا فاتح سبع قفال، أجبر لي سعدي وين ما كان، من الشرق ولا من الغرب ولا من الشمال. يا العذرات نتلاقاو غدوة إن شاء الله في عدد جديد من بقالات وفال زين. صحة صحوركم.